السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في تاني يوم من أيام الشهر الكريم وتاني فطار معانا في سفرة هنية. يا رب امبارح سفرتنا تكون نالت إعجابكم وكتبتولي كلام حلو قوي قوي على صفحتي، بشكركم عليه من كل قلبي. كل دعوة حلوة بتدعوها، كل كلمة حلوة بتقولوها على دماغي من فوق، ويا رب يا رب دايما أفضل عند حسن ظنكم ونفضل طول رمضان نقدم كل يوم سفرة هنية. قبل ما ندخل النهاردة في سفرتنا ونشوف سفرتنا هتقدم لنا ايه، هنتكلم زي ما احنا متعودين مع بعض على الكولوسيز اللي فعلا ده وقته، محتاجين نقوي المناعة جدا جدا لينا الفترة دي يا جماعة، سواء لينا احنا الكبار او لولادنا. الكولوسيز زيت كبد الحوت المكمل الغذائي اللي مكون من مجموعة فيتامينات وعناصر مهمة جدا، اهمها الاوميجا 3، فيتامين ألف، فيتامين د، واتفقنا ان الاوميجا 3 مهمه جدا جدا لتقويه المناعه في الفتره دي. الكولوسيز بيمدنا بالاوميجا 3 وفيتامين ألف وفيتامين د، العناصر الهامه جدا عشان اقوي الجهاز المناعي، الجيش الرباني الطبيعي اللي ربنا خلقه لنا في الجسم. من نتيجة بقى احنا التغذية مش سليمة، عادات سيئة، جهاز المناعة بتاعنا بيضعف جدا، او مثلا امراض وادوية معينة بناخدها، فبنبقى محتاجين ناخد مكمل غذائي ينشط ويقوي الجهاز المناعي وخاصة في فترتنا اللي احنا فيها. فهنلاقي عندنا الكولوسيز موجود في اي صيدلية قريبة من بيتك، يعني تنزلي اي صيدلية تسألي الدكتور الصيدلي عليه وتقدري تجيبيه بمنتهى الامان، مش لازم تروحي مكان معين عشان تجيبيه او تتصلي بالتليفون اي صيدلية. طيب معنى ان هو في اي صيدلية يعني معنى كده ان هو مرخص من وزارة الصحة، كمان توزيع الشركة المصرية للأدوية. كل ده يقول لي ان كده ده لازم بقى زيت كبد الحوت ده والفيتامينات والحاجات اللي بتتكلمي عليها دي، ده كده لازم يكون مكلف جدا او غالي جدا. اطلاقا خالص، الشريط ب 14 جنيه وربع، موجود في أي صيدلية، متوفر توزيع الشركة المصرية لتجارة الأدوية. زي ما قلنا قبل كده الكبار بياخدوا كبسولتين على مدار اليوم، كبسولة الزيت اللي تربينا عليها زمان اللي كانوا أمهاتنا بيدوها لنا اللي هي زيت كبد الحوت. لو تفتكروا كده مثلا مفيش حد فينا أمه ما قالتلوش أنت محتاج تاخد كبسولة الزيت اللي هي كان قصدها زيت كبد الحوت. معانا دلوقتي معنى كده أنها قديمة جدا جدا، معانا دلوقتي بسعر رخيص وموجودة في أي صيدلية، يعني في متناول إيدينا، وفي نفس الوقت ما بيتكلفش ان انا اروح مكان معين، وفي نفس الوقت باخد فيتامين د المهم جدا جدا دلوقتي. وعشان استفيد باي فيتامين تاني باخده لازم نسبه فيتامين د في الجسم تبقى مظبوطه، ده كلام الدكاتره مش كلامنا انا. انت دلوقتي محتاجه فيتامين ألف، بس عشان اديكي فيتامين ألف لازم اظبط الاول فيتامين د. طب لو انا عندي دلوقتي في كبسوله واحده فيتامين د وفيتامين ألف وكمان الاوميجا 3، يعني عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ في رمضان الطريقة اللي احنا بناخد بيها الكولوسيز بعد ما بغير ريقي على طول بعد الأذان، لازم يتاخد على معدة فاضية عشان المعدة تقدر تمتصه كويس قوي والجسم يستفيد منه. باخد كبسولتين، واحدة بعد ما بغير ريقي على طول بعد أذان المغرب، والتانية ساعة قبل السحور بشوية. بالنسبة لولادنا بياخدوا كبسولة واحدة بس يوميا. سألتوني آمن على الحوامل؟ أيوة آمن، على آمن جدا جدا على الحوامل، آمن جدا جدا على اللي بترضع من 3 شهور، والحوامل كمان من 3 شهور. زي ما قلت لكم أطفالنا بياخدوا كبسولة واحدة يوميا. فيتامين ألف كلنا محتاجينه عشان نضارة البشرة، علشان يقاوم التجاعيد ويقاوم الشيخوخة، وتبص تلاقي كده نبقى زي الأجانب بتبقى سنها عدى 70 سنة وبسم الله ما شاء الله بشرتها ناعمة كده وحلوة زي الأطفال، ومفيش شيخوخة باينة عليها، حتى السن مش باين عليها. ليه؟ بيبقوا عارفين بشرتهم محتاجة ايه، شعرهم محتاج ايه، جسمهم محتاج ايه، وبيشتغلوا عليه. احنا كل الموضوع كله هنبقى محتاجين كبسولتين يوميا من كبسولة الزيت اللي هي كبسولة زيت كبد الحوت المكمل الغذائي. دي معلومة بسيطة جدا جدا للناس الجديدة اللي معانا اللي مش عارفين الكولوسيز ومش عارفين قيمته دلوقتي في الفترة دي، قيمته عالية جدا جدا. كلنا لازم ناخد الكولوسيز يا جماعة، اهتموا بنفسكم شوية
الحكاية مش كلها أكل، مش كلها طبخ، في حاجات تانية كتير قوي في الحياة لازم نهتم بيها، وأهمها بوصيكم وبوصي نفسي كمان قبلكم بالكولوسيز، كبسولتين يوميا بيدوا فرق ما تتخيلوش قد إيه. بص تلاقي بشرتك فرقت، شعرك فرق، ضوافرك فرقت، حيوية جسمك نفسها وحركتك كمان فرقت معاكي. فالكولوسيز اهتموا بيه واسألوا عليه في أي صيدلية قريبة منكم هتلاقوه موجود معاكم. ده بالنسبة للكولوسيز. طيب لو هنتكلم بقى دلوقتي، هندخل في سفرتنا النهاردة وفطارنا النهاردة هنعمل ايه مع بعض. امبارح عملنا ملك البيوت في مصر أول يوم رمضان محشي الكرنب. النهاردة بقى هنعمل ملك السفرة، او زي ما بنقول ملك العزومات، لكن بما ان مفيش عزومات هنقول عليه ملك السفرة، الوصفة اللي ما بنفكرش نعملها غير في المناسبات السعيدة. معنى كده ان هي على طول مرتبطة معانا باي مناسبة حلوة. الرز بالخلطة كتير ما بيعرفوش يظبطوه، عملناه كتير، ناس بقت اساتذه فيه وناس لسه ما زالت برضو ما بتعرفش تظبط الرز بالخلطة. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة جدا. الأصل فيه كبد الفراخ، هنعمله بكبد الفراخ والمكسرات والرز البسمتي، وهنعمل جنبه كمان وصفة تليق جدا جدا معاه الاتنين مع بعض. النهاردة سفرة كده جميلة، هنعمل فراخ مشوية وهنحشيها بتتبيلة البصل الحلوة قوي. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. نقول أول حاجة الفراخ بتاعتنا، الفراخ اللي هنقدمها هي ورز بالخلطة النهاردة مع بعض، فراخ مشوية محشية بالبصل بتتبيلة مميزة جدا، هتشم ريحتها أصلا وانت بتعمليها. طيب عبارة عن ايه التتبيلة دي؟ بصل مبشور، طماطم مبشورة، كاتشب بدل الصلصة، كنا بنستخدم صلصة في الفراخ المشوية، النهاردة الكاتشب بيدي طعم ولون في منتهى الجمال. كزبرة مفرومة، كزبرة خضراء مفرومة، ملح وفلفل، جوز طيب أو كبابة صيني اللي موجود عندك، كزبرة ناشفة، توم باودر وبصل باودر وشوية زيت. التتبيلة نفسها هتبقى عبارة عن، بصوا بقى معايا، بصل، طماطم، كزبرة، توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل أسود، كزبرة وكبابة صيني. دي كده التتبيلة الأساسية. تغطية الفراخ هتبقى بالكاتشب، وهاخد مية البصل من هنا وشوية زيت هغطي بيها الفراخ بتاعتنا. دي بالنسبة لأول وصفة معانا. طيب تعالى بقى يا سيدي هنا عند ملك السفرة بتاعتنا أو ملك صاحب المناسبات السعيدة، الرز بالخلطة. رز بسمتي، كبد فراخ متقطعة وسلقاها في مية بتغلي، مية حاطة فيها نص كوباية لبن عشان كده بيطلع لون الكبدة فاتحة وجميلة كده بالشكل ده، وما فيهاش أي ريحة غير مستحبة نهائي، اتفقنا على كده وسلقناها قبل كده مع بعض. مية بتغلي بحط فيها نص كوباية لبن وبنزل بالكبدة والمية باللبن بتغلي، تاخد غلوتين وروح مطلعة تطلع لك بالشكل الجميل ده، ريحة وطعم مفيش بعد كده. يبقى دي كبد الفراخ والرز البسمتي، وكمان عندنا كوباية زبيب منقوعة عشان ينزل لي التسكيرة بتاعته في المية، لوز مقشر أو أي مكسرات موجودة عندك سوداني زي الفل، ونفس الخطوات وكل حاجة. وعندي عودين قرفة وكمان قرفة بودر، سمنة هنشتغل في سمنة وزيت، وده سكر بني لو عندك، ما عندكيش هيبقى سكر من العادي السكر الأبيض بتاعنا، مفيش أبسط من كده يا جماعة، سهلة وسريعة جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله الوصفتين مش هياخدوا مننا وقت خالص. هنعمل ايه بقى؟ هنشتغل في ايه الاول؟ هتبل الفراخ الاول وادخلها الفرن وبعد كده اشتغل في الرز. الفراخ بتاعتي اللي عندنا، الفرخه جبتها قسمتها اتنين بالطول، بقى عندي نصين بالطول، يعني كل نص فيه صدر وفيه ورك بالشكل ده، وبعد كده هحضر لها التتبيله واتبلها وادخلها الفرن، واشتغلي في الرز وتبقي خلصتي الفطار ويلا ما وراكيش حاجه. ازاي الكلام ده بقى؟ نوسع لنفسنا، يلا بينا. هجيب بولة كبيرة شوية، بصوا بقى البصل ده هنزله في البولة دي هتبله، عايزين نجيب معلقة، خلينا في بولة اكبر احسن عشان لسه هنحط الطماطم وهنحط الكزبرة. يعني الفرخة اللي عندي فرخة ما شاء الله كبيرة وقسمتها نصين بالطول، فانا بشرة بصلتين كبار، دول بصلتين كبار بميتهم كده بالشكل ده، وهتبل البصل ده وهو بميته لسه زي ما هو. التتبيلة بتاعته عبارة عن ايه؟ ملح وفلفل اسود، ادي الفلفل، زودي كده شوية الفلفل الاسود بيدي كده طعم في منتهى الجمال، وشوية ملح
وايه تاني؟ توم باودر، بصل باودر، كزبره ناشفه، وكمان عندي كزبره خضراء. الاتنين بقى بيعملوا ميكس في الاكله دي ما اقولكيش. خلاص كده البصل عندي اتبلت، ملح، فلفل، بصل باودر، توم باودر، كزبره ناشفه، وشويه كباب صيني او جوزة الطيب. حلو الكلام كده، البصله بقت زي العسل. وبعدين طبعا انتوا عارفيني مش هعتمد على المعلقه نهائي، بيجي بقى كده وديها دعكه حلوه بالتوابل الجميله دي كده اهو. شايفين ازاي البصله دبلت معايا وايه شربت التوابل؟ بصوا ميتها بقت لونها عامله ازاي من التتبيله الحلوه بتاعت البصله. هجيب بوله تانيه وهاخد فيها كده شويه من ميه البصل دي كده، وبدوس كده على البصل المبشور، بنزل بقيه الميه بالتوابل اللي في البصل. حلو قوي الكلام ده. وبعدين ميه البصل دي هركنها دلوقتي سيكه بس كده، مش وقتها دلوقتي، دلوقتي وقت الخلطه والحشوه الجميله بتاعه الفراخ. البصل عندي متبله، هحط عليها طماطميه مبشوره. بسم الله كده، انتوا هتشوفوا شكل التتبيله دلوقتي، هتعرفوا اللي بقول لكم عليه جميله قد ايه. كزبره الخضراء يعني حوالي رابطه كده، وباخد الورق بتاعها بس. وبعد كده بقى ايه، اروح مقلبه كل الكلام الجميل ده في بعضه. شايفين ازاي؟ عارف انت يا استاذ محمد الريحه طالعه دلوقتي، مش قادره اقول لك على الريحه. كزبره ناشفه وكزبره خضراء مع بعض بيعملوا كده طعم وريحه حلوه قوي، مع البصل مع الطماطم كده. ماشي، دقيقة واحدة. وبعد كده هجيب الصينية الأول جنبي اللي هرص فيها الفراخ. قبل بقى يا ستي ما اشتغل في كل ده، لازم الفرن عندك يبقى على أعلى درجة، عالي جدا، الفراخ دي تدخل الفرن على أعلى درجة. طيب هنعمل إيه بقى يا أستاذ محمد؟ نحشي بس أول واحدة. بصوا بقى، طبعا أنا كده أهي قطعت الفراخ بالطول بالشكل ده، ورحت جاية هنا فتحت كده بالراحة خالص الأول ببوز السكينة، وبعدين بصوابعي بين الجلد وبين اللحم، حتى في حتة اهي اهي اروح عاملاها كده بصوابعي بالشكل ده كده اهي، ولغاية بصوا لغاية الورك كمان. شايفين صوابعي داخلة ازاي؟ اهي كل ده سالك اهو معايا. بعدين هروح فاتحة كده وهاخد بسم الله من التتبيلة بتاعتي، وهدخلها جوه زي الجيب كده، كأني عملت نص الفرخة ده جيب. ايد تدخل الخلطه والايد التانيه بتدوس تبطط من فوق كده بالشكل ده. تاني هوريها لك دلوقتي يا استاذ محمد، انا عارفه ان انت عايز تشوفها كويس من عينيا الاتنين. بصوا كده، ايد كده اهي حشت تمام، والايد التانيه اهي تبطط كده. تعالوا نمسكها في ايدينا ونوريها لكم، ونوريها الاستاذ محمد طلعت اللي ما صبحناش عليه النهارده. صباح الفل يا استاذ محمد. بصوا الشكل ده اهي كده ماشي لغايه الورك نفسه، وبعدين هروح منزله الجلد كده عليها وبطط كده، واروح جايباها من هنا واجيب الخلطه وحشي بقى من جوه، من عند العظم كده ومن عند اللحم كمان من هنا بالشكل ده. البصله متطعمه والخلطه متطعمه بشويه تتبيله كده زي العسل اهي يا جماعه. ادي نص الفرخه من هنا من ناحية العظم، وادي من هنا من ناحية الجلد محشية كده بالشكل ده، واروح حطاها في الصينية على العظم مش الجلد اهي. طعمتها بقى ملهاش حل، تعجبكم جدا ان شاء الله. التانية، واحنا بقى بنعمل التانية كده هنكلم ام محمد. صباح الخير يا ام محمد. صباح الخير يا شيف. صباح الفل على عيونك، ازاي؟ انا وحضرتك طيبة. وانت طيبة يا قلبي، ربنا يكرمك. علينا وعليكم وعلى امة محمد يا رب. بالخير يا رب. بالخير يا رب، اللهم امين. ازاي عروستك الحلوة؟ الحمد لله بخير، ربنا يكرمك. انا وهي طيبة. حبيبتي وانت طيبة، عقبال كل حبايبك يا رب. تعيش يا حبيبتي، ربنا يخليك ويحسن بين ايديك. يا رب يكرمك يا ام محمد، وما تحرمش من صوتك معايا ابدا يا رب يا حبيبة قلبي. تعيش يا حبيبتي، ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. تعيش يا ام محمد، اشكرك شرفتيني. النص التاني نفس الحكاية اهي كده، وبعدين بمشي بالخلطة كده في كل حتة، بتبلها كده في كل حتة. شايفين يعني سهلة وبسيطة جدا، مش تاخد منك حاجة خالص.
قبل الفطار بساعه، قومي اعملي الكلام ده وحطيها في الفرن وطلعيها ساعه المغرب وهو بيدن تطلع سخنه وزي العسل. طب نعمل اخر خطوه بس عشان لما نرجع نشتغل في الوصفه الثانيه على طول. بصوا يا جماعه، انا عندي ميه البصل اللي كنت واخداها في الاول خالص، هعمل ايه؟ طبعا ميه البصل هنا متبله، انا مش عايزه احط توابل ولا ملح ولا اي حاجه، هحط عليها كاتشب لو ما عندكيش وعندك صلصه ماشي مفيش مشكله خالص، وشويه زيت بس مش اكتر من كده. الفرن عندي سخن جدا جدا لا تتخيلوا ازاي، لازم علشان ما تنزلش ميتها وتنشف منك في الفرن، احنا عايزينها تبقى مشويه بس طريه كده ولحمتها ناعمه جدا واحنا بناكلها من غير فرشه بايديكي. هعمل ايه كده؟ ان الفرشه بتعمل خطوط انا ما بحبهاش في الشوي، بتبان لي قوي انها كانها شوي بيتي، لكن لما تعمليها بايديكي كده تديكي شكل المشوي الجاهز بالظبط بالشكل ده. دي ميه البصل اللي اتبل ماشي، طبعا هتتبل لي جلد الفراخ وهتتبل لي الفراخ، يبقى كده الفرخه متبله من بره ومن جوه. عايزين ايه تاني بقى اكتر من كده؟ بصوا بقى شايفين الفرق بين ايدي وبين لو عملت بالفرشه، هنا انا كسيت الفرخه بالتتبيله دي. الكاتشب بقى هيدي حروقه حلوه كده ويديني لون الشوي بالظبط في الفرن. وخلاص هندخلها الفرن على اعلى درجه حراره، وده شكلها وهي نيه وده شكلها وهي مستويه اهي. بس كده يلا يلا بينا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والكاتشب مديها لون حلو ازاي قوي في الشوي، والبصله واخده حقها بره وجوه. تيجي بقى تفتحي حته الفرخه كده تلاقي تتبيله البصله، هتحبي تاكلي تتبيله البصله يمكن اكتر من الفراخ نفسها. بالهنا والشفا. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نعمل زي ما قلنا ملك السفره بتاعنا النهارده، الرز بالخلطه. فاصل قصير بس اوعى القناه تتغير. دلوقتي بقى بعد ما عملنا اطعم فراخ مشويه بالبصل ممكن تدوقيها، وخصوصا انها كمان عمايل ايديكي، هنعمل زي ما اتفقنا دلوقتي الرز بالخلطه باسرع خطوات ممكنه. حاطه حلتين على النار او حله وطاسه او حله ووك، المهم الخطوتين دول هنمشي فيهم مع بعض. الحله الاساسيه اللي هعمل فيها الرز دي هكرمل فيها سكر، وده الاساسي بتاع الرز بالخلطه اللي بندوقه في الفنادق، في الفنادق الخمس نجوم والبوفيه المفتوح. انا عندي سكر بني الحمد لله على كده ان انا عندي سكر بني، ما عندكيش اعملي سكر عادي حوالي 3 معالق كبار، ما تلاقيش طعمه ما بيبانش نهائي ولا اي حاجه. هحروقه من هنا، والطاسه الثانيه او الووك هحط شويه زيت، ابتدى يتحروق اهو معايا، وهحط كمان معلقه سمنه. بسم الله ماشي كده، يبقى انا شغاله في الخطوتين مع بعض. يلا نقلب، كل ما يتحروق وكل ما يديكي لون اغمق تعرفي انه هيديكي طعم رز احلى ولون كمان احلى بالشكل ده. اللي بيه كده ما تقلقيش خالص كده. وهنا السمنه والزيت هحط الاول المكسرات اللي عندي اللي هطعم بيها الرز، اي نوع مكسرات يا جماعه اتفقنا. الزبيب نقعاه في الميه هصفيه من ميته كده ساعه ما اجي احمره على طول بالشكل ده. الزبيب بقى والمكسرات دي حريه شخصيه، تكتري تقللي، الصح بتاعه انه ما شاء الله يبقى ايه المكسرات والزبيب كده يبقوا كتير فيه. يبقى هنا خطوه بحمر الزبيب والمكسرات، والخطوه الثانيه بحروق السكر قوي. بصوا كده خلاص اهو شايفين عمل ازاي، خد لون وريحته طلعت اتحروق معايا. السكر البني بيبقى اشد شويه من السكر العادي، حطوا ميه سخنه ووشك وايديكي بعيد اعملي معروف. بسم الله شايفين لون الميه،
بالراحه كده من بعيد، ولازم الميه تكون سخنه عشان السكر ما يحجرش معاكي. بس تلاقي في ساعتها لو قلبتي دلوقتي هتلاقي السكر داب، مفيش اي حاجه خالص. لو حطيتي ميه من الحنفيه السكر ممكن يحجر. شايفين اللون الجميل؟ كل حاجه دابت وبقت زي العسل. هروح حاطه في الميه عودين قرفه، رشه قرفه بودر، طبعا القرفه هي الاساس بتاعه الرز، واحط ملح، واحط سنه فلفل اسود، وهقلب والميه بتغلي كده. هروح نازله بالرز على طول، بس لازم الميه تكون بتغلي بالشكل ده. مدام ناديه، مدام ناديه صباح الفل عليكي. صباح احلى جمال والدنيا كلها. ازيك يا مدام ناديه؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا روحي؟ رمضان كريم. الله اكرم، كل سنه وانت طيبه يا قلبي. وانتوا طيبين جميعا، واسرتك واسره البرنامج ومخرجنا والاعداد وكل الناس الكويسه اللي عند حضرتك. طيبين وبخير يا رب، وكلهم زي ازاي عرفتنا؟ الحمد لله بخير، ربنا يخليكي. كل سنه وهي طيبه، وان شاء الله السنه الجايه نقول لها يا ماما. يا رب يخليكي. واه عايزاني كمان يتقال يا تيتا تاني. والله بدعي لها وبدعي لك. وشفت الصور جميله على النت، بسم الله ربنا يخليكي تعيشي. ربنا يحفظها ويحرسها يا رب. الله يكرمك يا حبيبتي. وقبل ما نفرح بمنى يا رب ان شاء الله. حبيبه قلبي في حياتك يا رب. تسلمي، تحياتي لكل الكاسه عند حضرتك. ربنا يخليكي يا مدام ناديه، دايما منوراني كده يا حبيبتي على طول. والله اشكرك حبيبه قلبي. حطيت الرز، انا ما رضيتش اغطي عليه غير لما اوريه لكم تاني. بص كده يا استاذ محمد، طبعا الرز البسمتي بياخد ميه كتير، مش زي الرز المصري بتاعنا. كل كوبايه رز بسمتي بتاخد كوبايه ونص ميه، فده مقدار الميه المطلوب. وبصوا اللون يطلع لك، رز الخلطه الجميل اللي بتبقوا محتارين لما بتشوفوه في البوفيه المفتوح. اللون ده جه منين؟ من كرمله السكر، وما بيديش اي طعم خالص، بيدي لون بس، وبيدي كمان نكهه كده معينه مميزه قوي قوي للرز بالخلطه. على العين التانيه بنحمر الزبيب، وبنحمر اي مكسرات موجوده عندك. تحمير سريع كده، ومحضره طبق جنبي، هطلع المكسرات وهسيب الماده الدهنيه اللي اتحمرت فيها المكسرات زي ما هي، اللي هي فيها طعم وريحه المكسرات بتاعتنا. بصوا ازاي كده اهو، اصفيها واخلي الماده الدهنيه هشوح فيها الكبده، وانا كده خلصت. تخيلوا بقى، يعني انت تخيلي ساعه قبل الفطار تقومي تعملي الوصفتين دول مع بعض مع اي حاجه حلوه كده، ويبقى جبرنا النهارده. بصوا كده اهو بهذا الشكل، هسيب الشويه دول احمر معاهم الكبده، وهنزل بالكبده اللي اتسلقت في ميه وشويه لبن. شايفين عشان كده الكبده منوره ازاي؟ قلب تقليبه كده حلوه. طبعا الكبده مستويه فهي مش محتاجه اي حاجه، هي محتاجه بس تتشوح تاخد النكهه بتاعه المكسرات. وانا بشوحها كده هروح حاطه شويه فلفل اسود كده، وسنه ملح صغيره عشان لما تتحط على وش الرز تبقى هي كمان مطعمه. بس يا ستي وخلصنا. حلو الكلام، سهلة وبسيطة جدا جدا. طبعا أنا من الصبح محضرة لكم حلة رز مستوية عشان مفيش وقت طبعا إن هو يستوي معانا في الحلقة، فتعرفيني على طول دايما ببقى مأمنة نفسي. خليك في الأمان يا مامي، صح يا أستاذ محمد؟ على طول خلينا في الأمان. تمام، ده بقيت الجملة على فكرة. يا إسراء أهلا وسهلا. يا سوسو اهلا بحضرتك. ازيك يا اسراء؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا قمر؟ بخير الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما بخير يا حبيبي. تسلمي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، تعالي ايدك معايا يا اختي، الحله تقيله. بسم الله. لا مش شاطره شبهك كده. انت اشطر، ما تقوليش كده. يلا خليك. بسم الله ما شاء الله. معلش عايزه اسالك سؤال. قولي لي تحت امرك. جبتش الحلقه من اولها. التتبيله بتاعت الفراخ كانت ايه؟ التتبيله انزلها لك تاني من عينيا الاثنين. حاضر يا حبيبتي، من عينيا. الله يخليك. هو السكر لما بتحطيه على الرز بيبقى طعم الرز الحلي؟ خالص خالص، ولا ليه اي طعم خالص. بس شايفه اللون ده؟ شايفه لون الرز اللي بناكله بره في الافراح وفي الفنادق وفي العزومات. أيوة. بس مش اكتر من كده. لكن طبعا لا، ده بيتكرمل، بيتحروق، مفيش اي حاجه خالص بتبان منه.
خالص. تمام. جربي واتصلي بيا وادعي لي. تمام ماشي. شكرا. العفو يا قمر. العفو يا حبيبتي. شرفتيني. شرفتيني حبيبتي. مع السلامه. بصوا بقى يا جماعه، ادي حله الرز اهي. انا عامله حله كبيره الصبح عشان هنغرف صينيه حلوه بقى كده، عشان لو العيله عندنا النهارده على الفطار ياكلوا براحتهم. هعمل ايه بقى؟ مقادير بتاعه الفراخ اهي قدامك يا قمر. ده ايه ده؟ ده رز الخلطه، احنا عايزين الفراخ. بصوا بقى هنا ماشي. هناخد يا استاذ محمد شويه من الكبده اللي شوحناها مع المكسرات على الرز نفسه قبل ما اغرفه، يعني دي كده هتبقى جوه الرز مع شويه من المكسرات. الحركه دي مهمه جدا، يعني اتمنى ان انتوا تاخدوا بالكم منها شويه كده، برضو غير بقيه المكسرات اللي هحطها على وش الرز. يبقى جوه الحله كبده بالمكسرات بالمادة الدهنية اللي كنت مشوحة فيها المكسرات في الأول خالص، يعني الرز البسمتي في الأول خالص ما بياخدش أي مادة دهنية، ده السكر بيتكرمل وبننزل بالمية السخنة على طول. بعد كده بشوح الكبدة وبشوح المكسرات واخد ربعها كده جوه الرز، والباقي كله هيبقى على الوش. يلا بينا بقى نغرف إيه؟ الصينية بتاعتنا الحلوة دي. تيجي يا أستاذ محمد نغرف من الحلة على طول، إيه رأيك؟ يلا النبي عربي يا أستاذ محمد. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يلا بينا. مرة واحدة حد يجي يساعدني. بسم الله. يلا بينا. بصوا الرز وجمال الرز بتاعنا النهارده، شايفين حتت الكبدة وشايفين المكسرات بقى جواه ازاي. عايزة أقول لكم ريحته طالعة، ريحة القرفة الجميلة دي زي العسل، الله أكبر عليها كده أهو. وهظبطه عشان أحط الفراخ كمان جنبه. نظبط كده. يا سلام دلوقتي لو شامين الريحة اللي زي العسل دي هتقولوا لي حرام عليكي. الله. بس لما تفطروا منه النهارده ان شاء الله مش هتقولوا لي حرام عليكم، هتدعوا لي. دلوقتي بقى احط على وشه المكسرات والكبده. يلا بينا. بسم الله اهي. على فكره اللي ما عندهاش كبده وعايزه النهارده تعمل الوصفه دي ممكن يتعمل كمان بلحمه مفرومه، ما عندناش اي مشكله. عصاجي اللحمه المفرومه واعملي نفس الحكايه. هتحمري المكسرات والزبيب الاول في الماده الدهنيه، وبعد كده تشيليه المكسرات وتروحي معصجه اللحمه المفرومه مكانها. خلاص احنا بنغرف اهو. خلاص خلاويس. بس ايه رايكم بقى النهارده في الجمال ده اهو كده؟ وبعدين المكسرات في كل حته كده، وجبه لوحده. حالا 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 نحط الفراخ معاه وخلاص. اظن والله العظيم انت عارف يعني مفيش اسرع من كده في الدنيا. يلا بينا. بسم الله. وادي الفراخ كمان معانا اهي النهارده، الفراخ المشويه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله عليها اهي. ريحه البصل والتتبيله اللي عملناها بيها، شوف انا كل فتره اروح عامله لكم نوع من انواع الفراخ المشويه تعتمديها عندك على طول. بس خلاويس. يبقى احنا النهارده كده عملنا وجبتين في منتهى الجمال زي العسل، يستاهلوا بقكم بشويه مكسرات حلوه كده. ويلا بينا نطلع فاصل على الريحه الجميله بتاعه الاكل اللي عملناه النهارده ده، ونرجع برده على الريحه الحلوه دي. وقبل ما نطلع المقادير بتاعه الفراخ المشويه بالبصل سهلة وبسيطة جدا. بصل مبشور وطماطم وكزبرة خضراء مفرومة، ملح وفلفل اسود وكباب صيني وكزبرة ناشفة وتوم باودر، بصل باودر، كله كله على بعضه. بحشي بيه الفراخ من قلبها من جوه، وبعد كده بروح حشيها كمان من بره. باخد مية البصل بحط عليها معلقتين كاتشب وزيت، واروح على طول مغطية بيهم الفراخ من بره وعلى حرارة عالية جدا. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناة دلوقتي. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني عملنا مع بعض سفره هنيه تستاهل بقكم. عملنا الرز بالخلطه بكبد الفراخ، وعملنا كمان الفراخ المشويه
اللي حاشينها بصل تتبيله مميزه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. استاذ محمد عمال يدلع علينا الاكل ويدلع علينا فطارنا النهارده. اتفضل معانا يا استاذ محمد. والله رمضان كريم. وصلنا بقى دلوقتي للفقره الطبيه. النهارده فقرتنا برعايه فيتارم جلوبال ومعانا خبيره التغذيه اللي انتم عارفين اول ما اقول لكم كيوت قوي اللي يدوبك يدوبك عرفت طبعا وتضحك معانا. مي ازيك يا مي؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا قمر؟ اخبارك ايه؟ وحشتيني. وراكي وراكي المكان. شفتي شفتي اروح فين؟ لا مع بعض على طول يا حبيبتي باذن الله يا رب. ان شاء الله. ايه الحلويات دي؟ احنا نصوم ازاي دلوقتي؟ قولي لي انا هقعد اعمل ايه دلوقتي؟ مش قادره اقول لك زي كل مره اقول لك هدوقك يا مي وبعد الحلقه. معلش بقى. ما شاء الله ريحه بجد. خدي حقك ناشف وانت ماشيه. اكيد اه. حبيبه قلبي. يعني انت عادي فراخ ورز ده اساسي. احنا وعين احنا كان في رمضان فلازم ناكل كل اللي احنا عايزينه. هنعمل كل الوصفات اللي احنا محتاجينها ونفسنا فيها وهناكل كل اللي احنا عايزينه وفي نفس الوقت ايه وزني هيفضل معايا ما يزيدش. وكمان لو عايزه انزل وزني هقدر اعمل كده ان شاء الله مع الكورس بتاعنا النهارده. مبدئيا عشان خاطر الناس بقى اللي اول مره تشوفنا وتتفرج علينا لازم اشرح لهم مبدئيا الكورس بيعمل ايه. النهارده معايا مفاجآت وعروض وخصومات حلوه زي ما اتعودنا قبل كده. هشرح الاول الناس الكورس بتاعنا عباره عن ايه. تمام. انا دلوقتي معايا كورس مش بس بينزل لي وزني كمان. الكورس بتاعي كورس علاجي. يعني ايه؟ مبدئيا الكورس بتاعي كبسولات ونقط واعشاب. باخد كورس كامل بركز كل واحد عنده مشكله ايه، ايه المشكله الاساسيه اللي عامله له زياده في الوزن. سواء شهيه عاليه، سواء حرق ضعيف، سواء مثلا استئصال غده او شايله الرحم او عندها مشاكل في الغده الدرقيه او الكلام ده كله. ما عنديش اي مشاكل خالص. ببدا اشوف المشكله ايه واشتغل على ان انا احلها. كورس تاني النهارده كبسولات ونقط واعشاب زي ما اتعودنا كورس اساسي. والنهارده معايا كمان عليه عرض ان انا باخد شهر اللي هو الكورس الاساسي وعليه شهر من عندنا احنا بنديهوله هديه. يبقى انا باخد كده كورس اول حاجه وعليه كورس تاني هديه. اول حاجه الكورس التاني الاساسي مكون من ايه؟ كبسولات نقط اعشاب. الكبسولات بتعمل ايه؟ الكبسولات بتاعتي انا بقول عليها بديل عمليات تكميم المعده. انا دلوقتي عندي شهيه عاليه، حد عنده شهيه عاليه، شهيه مفرطه، كل بيحب أصحاب الاكل السمنة جدا يا مي. مفيش مشاكل خالص. يعني كل اصحاب السمنه اكتر حاجه بتضايقهم الشهيه المفتوحه على طول. اللي هي زي ما قلنا قبل كده حاله التلاجة، حاله المطبخ، زهقانه بقى فرحانه مبسوطه اروح على التلاجة على طول. احنا هناكل كل اللي احنا عايزينه، مش هنحرم نفسنا من اي حاجه، بس هاكل بكميات اقل. ازاي؟ مع الكبسوله دي. باخد كبسوله بتسد معايا الشهيه حوالي 12 الى 15 ساعه، بيبقى معايا سد شهيه طول اليوم. ازاي؟ ازاي كنت لسه اقول لك ازاي دي لحظه حاجه ان احنا دلوقتي معانا حبايبنا جداد. يعني لازم اشرح لهم واحده واحده. وارد جدا جدا ان في حد دلوقتي بيشوفنا لاول مره. فاحنا بنتكلم زي ما احنا كاننا بقى بنشرح لحبايبنا الجداد. يعني ايه بتسد الشهيه عن طريق ويعني ايه بيعلي معدلات الحرق؟ اول حاجه يعني بيسد الشهيه يعني ايه؟ انا باخد كبسوله كلها الياف. زي ايه؟ زي عشب الكوجاك ده كله الياف. انا لما اقعد طول اليوم مثلا زي اكل في خس فهتحس ان بطنك مليانه، باخد خس وميه فتحس ان بطنك مش قادره تاكلي. دي فكره الكبسوله. انا باخد كبسوله كلها الياف، الياف فقط يا جماعه. مفيش اي كيميكالز، مفيش اي مواد كيميائيه خالص معايا في الكبسوله. بتشتغل بس على انها تحسسني بالشبع في منطقه المعده. ازاي؟ باخد كبسوله على كوبايتين ميه، تمام؟ بتنزل المعده معايا بطريقه بسيطه، تبدا تتفتت بالراحه وتبدا تنفش الالياف اللي فيها. ابدا احس ان انا شبعانه. وبصي بقى في فرق بين ان انا اسد الشهيه معايا احس ان هو مش جعان، او ان انا اسد الشهيه واخليه بقى ايه طول اليوم متضايق حاسس باكتئاب. يعني قاعده مثلا ماليش نفسي اكل بس ايه متضايقه. لكن ان انا احس ان انا مش جعانه. المود بتاعي مش حلو. تفرق ان انا ايه سد الشهيه او سد نفسه بقى يعني من ان انا مخلياه مش حاسس ان هو جعان. بطنه مليانه، مرتاح، قاعده مرتاحه، بتاكل اللي هي عايزاه بكميه قليله مع الكبسوله. فايه حياتها بشكل ايه افضل، حياه افضل، صحه افضل، شكل افضل، شعري ما بيقعش، مفيش مثلا سواد تحت العين، ضوافر بتتكسر، كل ده مش عندي. انا باخد كبسولتي كلها الياف، فواكه استوائيه، توت بري بيعلي معايا معدلات الحرق بشكل رهيب. دي مكونات الكبسوله، كل ده في كبسوله واحده بس. عشان نعرف زي ما قلت لك حبايبنا الجداد مكونات الكبسوله. وكلمه الياف يا جماعه مية قصدها حاجه زي السفنج كده، يعني عارفين السفنج كل ما بيشرب ميه بيعلى وحجمه يكبر. ده اللي بيحصل جوه المعده. ولما مية بتقول لنا بيسد الشهيه هي قصدها ان الاكل بيقل جدا المعده. فباكل كميه اقل. يعني بالزبط. انا مثلا دلوقتي قدامي طبق كبير اللي انا متعوده عليه هاكل ربعه. ليه؟ لان انا واخده قبله كبسوله سد معايا الشهيه خالص.
يعني انا كل وجبه لازم اخد الكبسوله؟ لا مره واحده بس في اليوم. مره واحده قلنا بيسد من 12 ل 15 ساعه بيسد معايا الشهيه. يبقى انا باخد كبسوله واحده بس مثلا بالنهار تمام، وبعدين بفضل طول اليوم حاسه ان انا مش جعانه، نفسي مثلا في كذا، عايزه اكل حلويات، عايزه اكل حاجات فراخ اي حاجه، هاكل كميه قليله لان انا بطني اوريدي مليانه تمام. طب وبالنسبه لرمضان احنا اصلا بقى دي بقى المفاجاه ان الكورس بتاعي النهارده ده مخصص لرمضان. انا مظبطاه على الستايل بتاع اليوم بتاعي في رمضان، فطار وسحور ليه ميعاد معين باخد فيه الكورس بتاعي كله كبسولات نقط اعشاب. كمان النقط اللي معايا بقى النهارده النقط دي زودنا فيها معدلات الحرق بشكل اكبر، يعني الضعف اللي كان قبل كده. تمام، باخد النقط بتاعتي بتعلي معايا معدلات الحرق من غير بقى ما اتحرك، من غير ما اروح او اجي او العب رياضه، لان في ناس ما عندهاش وقت. او مثلا حد مثلا مثلا سن كبير مش قادر تتحرك تلعب رياضه، فاحنا بناخد النقط دي بديل عن الرياضه والجيم. بتحرق معايا حوالي في اليوم 2000 كالوري وانا قاعده مش بعمل اي حاجه. ايه النقط دي اصلا مكونه من ايه؟ من توت بري، من زيوت طبيعيه، حاجات كلها بتعلي معايا معدلات الحرق، ما فيهاش اي كيميكالز خالص، وبرده فيها الكارانتين ده كده ماده بسيطه جدا بتقعد تعلي معايا معدلات الحرق. فكل المنتج بتاعي اعشاب طبيعيه. يعني ايه اللي يعلي معدل الحرق؟ يعني انا حرقي ضعيف او جسمي ما بيحرقش وان الكبسوله او النقط هتعليني معدل الحرق؟ مش احنا يعني مثلا إيه؟ بنقول عايزين مثلا نعلي معانا معدلات الحرق، مثلا خدي ليمون، اشربي ليمون، في حاجات زي مثلا ينزلك الدهون اللي في الجسم بسرعه. النقط ان انا ايه مجمعه لك حاجات طبيعيه بتعلي معدلات الحرق زي التوت البري. التوت البري مخصص ان هو يعلي معدلات الحرق، فبالتالي انا جمعت مشكلتين في حاجه واحده، بسد الشهيه وبعلي معايا معدلات الحرق. ده كله في شهر واحد، باخد كورس معايا شهر وعليه تاني هديه. اهم حاجه بقى معايا ان انا الكورس بتاعي بيركز على منطقه البطن. هتلاقي حتى لو حد وزنه مش زياده قوي عندها مشكله في البطن. تمام، مثلا واحده مثلا خلاص خلفت وبعدين بتلاقي بعد الولاده بتلاقي منطقه كده منطقه الخياطه، بتلاقي تحتها منطقه بنسميها منطقه تجمعات الدهون، جيب كده للدهون. هي مهما عملت لعبه رياضه او اي حاجه برده المنطقه دي مضايقاها، فيها تجمعات دهون كتيره. الكورس بتاعي بيركز على المنطقه دي، بينزل الدهون دي في خلال شهر، بنزل لك كل ده على طول. تمام، برضو لو حد ايه لو واحده بتلاقي منطقه البطن بالجناب بقى الحته دي كده عندها مضايقاها، تبقى زي الحزام، تبقى حاسه ان هي لابسه حزام على طول، بننزل المنطقه دي. برضو حتى لو راجل دلوقتي مثلا عنده منطقه الكرش مضايقاه كبير، بينزل منطقه الكرش ان شاء الله في اول شهر بنخلص من الموضوع ده نهائي. تمام كده بناخد كبسول ونقط. اتكلمتي على اهم نقطه شغل الناس واهم نقطه وقعدة البيت بتاثر جدا، بنلاقي اول حاجه بدات تبان كده منطقه البطن، فاحنا عايزين نخلص من ده نهائي بحاجات كلها طبيعيه. تمام، معايا برضو الاعشاب دي بتشتغل از اديتوكس، يعني ايه؟ ان هي حاجات بتنقي جسم من السموم، زي مثلا فيها شاي اخضر، قهوه خضراء، مرمريه، نعناع، جنزبيل، قرفه، كل ده مع بعضه بكميات مناسبه ما تاذيش جدار المعده. زي اي كورس نسمع عنه بره بتلاقي في حاجات ليها سايد افكتس، مثلا بتعمل تهف المعده، بتلاقي في صداع، دوخه، ده مش عندنا نهائي. وده اللي بيميز فيتارم جلوبال عندنا، كلها منتجات طبيعيه، كلها حاجات وعشان طبيعيه. وعشان كده دايما بنقول ان المنتج بتاع فيتارم جلوبال هو المنتج الاصلي اللي موجود في السوق، صح يا مي؟ مفيش. طب استني ناخد علا ونكمل. يا علا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الفل يا لولو، عامله ايه؟ انا ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله، اهلا بيكي. وراكي وراكي اي قناه تلاقيني وراكي. انتوا منوريني على طول والله. هو انا اكون حاجه من غيركم يعني يا علا؟ يعني ينفع؟ ورمضان بقى ما يبقاش من غير ما نتابعك بقى ونشوف بقى الحاجات الحلوه ونعملها. مفيش احلى من كده. بصي مظبطاكوا على الاخر اهو باذن الله لاخر الشهر. هنستحمل ازاي بقى حد الفطار؟ ازيك عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير، ربنا يكرمك يا رب. ممكن نكلم الاستاذه مي؟ اتفضلي مي، معاكي اتفضلي. استاذه مي ازيك؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ السنه وانت طيبه. انت طيبه حبيبتي. يعني مش عارفه اقول لك طبعا قد ايه انا بحبك ومعجبه بيكي بجد لسببين. يعني على فكره انا خدت الكورس بتاعك، خدته من شهرين، خسيت عليه 21 كيلو. حلو جدا ما شاء الله. وما كنتش متوقعه بصراحه ان انا اخس الوزن ده، يعني انا من الناس اللي بتزهق من الرجيم، ما بستحملش الرجيم والكلام ده كله. في شهرين يا علا؟ في شهرين؟ حلو جدا ما شاء الله. 21 كيلو وخدت واحد كمان النهارده ثالث يوم ليا، عشان لسه عايزه اكمل بقى شويه وزن كده. بس اهم حاجه عندي بقى ان انا بصراحه عايزه اثبت بقى، يعني انا لما خدت على الكورس ده عايزه اثبت، يعني خايفه قوي
عايزه اثبت نفسي يعني، عشان يعني مش بالسهل ابدا ان انا خسيت ده. طيب عايزه اسالك سؤال، كنا بناكل اللي احنا عايزينه مثلا، كان في اي اعراض جانبيه، تعب، ارهاق؟ لا خلينا ناخد نقطه نقطه اللي كنت هسألها فيهم. الاكل يا علا بتاكلي كل حاجه ولا اتفرض عليكي حاجات معينه؟ حاجه انا باكل اللي انا عايزاه، بس على اداه الكبسوله بتديني احساس يعني طول النهار انا شبعانه مش جعانه. يعني بعمله لاولادي كده باكل منه، بس طبعا مش زي الاول، حاجات بسيطه وتلاقي نفسك شبعتي طبيعي، مش محرومه بصراحه. طيب دي نقطة. النقطة التانية، قولي لي أخبار وشك وبشرتك وشعرك، الدنيا إيه معاكي بقى؟ لا 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 الحمد لله ما فيش حاجة خالص، يعني وشي زي ما هو منور كده، بحس ما شاء الله ما شاء الله يا رب دايما يا علا. والله يا رب أي حاجة، ولا تساقط شعر ولا أي حاجة من اللي بتحصل في الرجيم والكلام دوت. طيب الحاجة التالتة، وبعدين عايز أقول إن أنا من النوع اللي معدتي ضعيفة جدا، ما بتستحملش أدوية، بتعب، بخاف جدا من المسكنات. فكنت خايف قوي من الكورس ده الحقيقة. مفيش أي حاجة خالص. طب الحمد لله الحمد لله ما شاء الله عليه. طيب تقولي ايه لحد لسه بيفكر او متردد ان هو ياخد الكورس من فيتار مليون؟ مش هيخسروا حاجه، جربي اهم حاجه تجربه يعني. جربي صح. مش هقول لك انا بعد ما خسيت حاسه بايه، شكلي، راحه نفسيه، ثقه في نفسي، طبعا فارق معايا كتير. فاي ست بتحب تخلص من منطقه البطن بالذات حاجه فكره يعني، بتبقى بالنسبه لها عقده يعني. انا ممكن ابقى مليانه بس بطني ما تبقاش موجوده، صح بتضايقهم قوي، معايا قوي في اللبس وفي الحاجات دي طبعا. فانا خدت وقلت طالما مش هخسر حاجه اجرب، يعني قلت كده اجرب بقى يا صابك وصابك ان شاء الله. يعني مش هقول لك ان كل شكلي مش مصدق ازاي خسيتي كده، ما شاء الله يا علا، ربنا يديك الصحه والعافيه، وكملي يا علا بقى للاخر باذن الله. هكمله بس كل يومين بقى التثبيت، هي وعدتني الاستاذه مي بالتثبيت، فانا بقى واخداها على امل ان انا هاخده بقى واثبت بقى. تمام، وهنخلي مي دلوقتي هنتكلم معاها في موضوع التثبيت ده، نعرف منها بقى هي هتنصحك بايه. بس قبل ما نروح لمي، يا جماعه اللي عايز ياخد التجربه الحلوه بتاعت علا، اللي زي ما انتم شايفين كده الطاقه الايجابيه والامل الحلو اللي في صوتها والفرحه دي، عندكم ارقام التليفونات على الشاشه كلها، ارقام فيتارم جلوبال زائد الصفحتين على الفيسبوك، هننزلهم دلوقتي. ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه، مفيش ارقام تانيه غيرها يا جماعه، هي الأرقام دي بس اللي موجودة قدامكم. اتصلوا على أي رقم من الأرقام عشان تحصلوا على عرض النهاردة الكورس، وعليه كورس بيغطي 60 يوم. 60 يوم ما بتجيبوش أي حاجة تاني، مش طالبين منكم أي حاجة، وفي نهاية الكورسين هنثبت ازاي، ده اللي هنعرفه دلوقتي من مي. ازاي بقى يا مي؟ مبدئيا انا عايزه اتكلم في النقطه دي، احنا اهم من ان انا انزل وزني ان انا اثبت على كده. بس قبل اي حاجه عايزه بس اقول للناس برده، عشان خاطر احنا النهارده اول مره نطلع هنا وعامله مفاجاه للناس، ان احنا معانا النهارده خصم على الكورسات 70% لاول 100 متصل. يبقى احنا النهارده هناخد كورس واحد وعليه كورس تاني هديه بخصم 70% لاول 100 متصل، وبعد 100 متصل خصم 50% لكل الناس طول النهارده، ايه طول اليوم لحد بالليل جداً. تمام. وكمان الشحن مجانا لحد البيت، ما ده اللي احنا متعودينه بقى من فيتار مجلوبال، وعشان كمان طول. الناس هنا برضو لسه جديده ونتعرف على الكورسات، فان شاء الله دي تبقى حاجه كده حلوه بالنسبه لهم. يعني احنا عندنا الشحن مجانا، واصلا يا جماعه كده كده المتابعه مجانا. اكيد المتابعه دي مش مجرد كل اسبوع بس، المتابعه في اي وقت عايزين تسالوا على حاجه، عندي سؤال اي وقت، حصلت غلطه في اي حاجه، نسيت مثلا، افتكرت ان انا امبارح كده لا ما خدتش من الكورس خالص، خدت في وقت مختلف، نتواصل مع خبير التغذيه بتاعنا هيقول لنا على اي حاجه احنا عايزين نعرفها بالظبط. طيب نتكلم بقى عن النحت والتثبيت. مش التثبيت بس، انا الكورس بتاعي معايا اللي هو الهديه ده، انا بركز فيه ان احنا ننحت الجسم ونثبت. هستفاد ايه لو وزني نزل ورجع بعد الفتره بتاعتي زاد تاني اكتر من الاول نهائي؟ وبعدين ده بيعمل ايه بقى؟ لو وزن زاد وقل وكده بيعمل ترهلات في الجسم، فده كله احنا في غنى عنه. باخد الكورس بتاعي الاساسي ومعاه كورس نحت وتثبيت، بثبت وزني على كده، فبالتالي انا في خلال شهرين بنزل حوالي المعدل اللي انا حطاه 25 كيلو في شهرين. تمام. مفروض يعني مثلا نقول من 10 ل 15 كيلو، يعني ممكن نوصل في الشهرين من 20 ل 30 كيلو مع المتابعه الاسبوعيه. حلو جدا ما شاء الله. سد شهيه، تعليه حرق، نحت قوام وتثبيت، وهننزل الدهون اللي في منطقه البطن ان شاء الله، هنبدا نلاقي النتيجه من اول اسبوع. انا هحطها في الاسبوع الواحد معدل من 4 ل 5 كيلو في الاسبوع الواحد لينا. ده من اول اسبوع يا مي، من اول من اسبوع، من اول ما بنبتدي على طول وهناكل كل اللي احنا عايزينه، بس كبسولتي هتسد معايا الشهيه ان شاء الله طول اليوم. بس اهم حاجه ان انا هاكل جزء بسيط جدا واحس بالشبع بس وانا مبسوطه ونفسيتي احسن، مش حاسه ان انا متضايقه وانا مبسوطه. انا اكلت اللي انا عايزاه، ولما حسيت بالشبع حسيت بالشبع تلقائي. يعني مش حد قال لي لا 3 معالق رز،
طب انا اكلت الثلاث معالي اقوم ازاي؟ مش هينفع. انا جعانه طيب والحلويات دي هنوديها فين كلها؟ طب احنا دلوقتي معانا صور لحالات نشوف بقى قبل وبعد ان شاء الله. نشوف كده ندي مثال حلو جدا يا جماعه لكل حبايبنا لسه بيفكروا لسه مترددين. قولي لي بقى يا مي إيه احنا هنا. بصي انا جايبه الصور دي عشان خاطر الناس تبدا تشوف النتيجه بتبقى ازاي. احنا وانس احنا خدنا الخطوه خلاص ببدا الاقي النتيجه ان شاء الله من اول اسبوع. احنا الاول ده كنا ده, ده ده دي اول حاله معانا. ده حلو جدا جدا ما شاء الله. يعني انت شايفين الفرق؟ نشوف الصوره الثانيه وبنلاقي منطقه البطن نزلت على طول والصوره الثانيه هي باينه جدا. ما شاء الله عليكي. من غير برضو حتى لو في حد مش قادر يتحرك اختلفت تماما جدا جدا, جدا. حتى لاحظوا يا جماعه الصوره الاولانيه وهي قاعده على الكرسي الصوره الثانيه ما شاء الله وشنا منور مفيش اي تعب مفيش ارهاق في الوش سواء تحت العين ده كله مهم جدا جدا عندي. تاني انه ناكد على حبايبنا اللي عايز يوصل للمراحل الحلوه دي عندنا ارقام التليفونات موجودة قدامكم على الشاشة اتصلوا بأي رقم من الأرقام وزي ما مي قالت لكم رقم مشغول رقم ما جمعش نحاول تاني عشان نضغط المكالمات. الأرقام هي قدامكم موجودة على الشاشة وهنزل لكم دلوقتي صفحتين الشركة على الفيسبوك لأن برضو تقدروا تحصلوا على العرض من خلال الصفحتين على الفيسبوك. عندنا فيتارم جلوبال بالانجلش وفيتارم جلوبال بالعربي ملناش اي صفحه تاني عشان خالص. التقليد ملناش اي صفحه تاني خالص. لاحظوا يا جماعه المنتج الناجح والاصلي والامن لازم بيبقى ليه تقليد أكيد. كتير جدا جدا في السوق أكيد. فعلشان اتجنب الحته دي واتاكد ان اللي وصلني لغايه عندي وانا قاعده في البيت مستريحه لا رحت ولا جيت اللي وصلني لغايه عندي هو المنتج الاصلي ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم تاخدوش اي ارقام من بره. الارقام اللي موجوده قدامكم والصفحتين اللي على الفيسبوك عشان عرض النهارده اللي مي مقدمه لنا كورس وعليه كورس هديه. احنا برضو في حاجه برضو مهمه الاول كنت بقول ايه جربي مش تخسري حاجه. يعني انت لو ما لو كده هنبقى كسبنا. لو مثلا وزنك ما نزلش خلاص ما خسرناش حاجه بالزبط. دلوقتي انا بقول جربي والنتيجه مضمونه. لان انا الكورس بتاعي مسمياه كورس الضمان ده اخر حاجه طلعت معايا اللي ببدا الاقي نتيجته من اول اسبوع. يعني اخري مثلا في المشاكل بدل 4 5 كيلو مثلا 2 كيلو في الاسبوع وهبدا اشتغل على حل المشكله دي برضو مع خبير التغذيه بتاعي. فاحنا ان شاء الله باذن الله النتيجه مضمونه ومن اول اسبوع مع المتابعه كل اسبوع او كل 10 ايام اي وقت في النص عندي سؤال ببدا ايه اتصل واعرف ايه اي حاجه انا عايزاها. يعني المتابعه الاساسيه او الرسميه اللي هي كل اسبوع او كل 10 ايام على ما الوزن يكون نزل وايه ونجدد بقى نتصل اقول انا نزلت كذا من رمضان بدل ما وزننا زايد قعدت البيت زي ما احنا متعودين بقى لا هنطلع من رمضان وزني نزل وشكلي احسن جسمي مفرود ما فيش منطقه البطن وشي احسن لان كمان الكورس بتاعي مدعم بفيتامينز وحديد فواكه استوائيه كالسيوم معادن جسمي بيحتاجها دلوقتي عشان يقوي معايا المناعه. فانا كل ده مع بعض وبقول على الكورس بتاعي كمان ان هو مش بس بينزل وزني كمان ده كورس علاجي بيقوي معايا المناعه يعني بينشط الدوره الدمويه. علاجي ليه؟ لان في فيتامينز حديد فواكه استوائيه في فيتامين دي بيقوي معايا الكتله العضليه عشان خاطر اقدر ايه اعلي معايا معدلات الحرق في كالسيوم في كل الحاجات الجسم بيحتاجها طول فتره اليوم بتاعي تمام. في كمان حاجه دلوقتي مثلا حد عايز ينزل 25 كيلو هنزله ده تمام. حد مثلا عايز 40 كيلو هنعمل ايه؟ نقعد بقى نكرر في الكورس؟ لا معايا الكورس النهارده كمان 3 شهور. يعني ايه باخد اثنين وعليهم الثلاث هديه بخصم 70% كمان النهارده ده بيجيب معايا من الاخر بقى 40 كيلو ان شاء الله في 3 شهور باذن الله مع المتابعه سد شهيه تعليه حرق نحت قوام هننزل منطقه البطن ده كله مع بعضه باكج كده على بعضه ان شاء الله. هيدا مثلا انزل 10 كيلو بس في برضه كورس مخصص للنحت والتثبيت بس ده هينزل منطقه البطن مثلا 5 6 كيلو في منطقه البطن هنزلهم على طول مع النحت والتثبيت ده بقى للاوزان العاليه اللي عايزين ينزلوا زي ما انت قلتي كده 40 45 كل حاجه موجوده بياخدوا كورسين وعليهم الكورس الثالث ده هديه من الشركه. سن صغير برضه سن كبير كل حاجه وليها الكورس بتاعها المخصص ليها. كمان لو في ضغط في سكر في كوليسترول هقول لك لو انا بشتكي من حاجه او باخد علاج طبيعي اغلب الناس اللي عندها وزنها زياده هتلاقي في ضغط او سكر أو كوليسترول فده برضو ليهم كورسات ايه معينه. فاحنا بنتصل بالفريق الطبي بيرد علينا حد بياخد بياناتي طول الوزن السن الحاله الصحيه وبعد كده يبدا يقول لي الكورس المناسب ليا ايه مع المتابعه بعد كده ان شاء الله ان شاء الله. والمتابعه بناكد تاني المتابعه مجانا يا جماعه مجانا اكيد والشحن مجانا لغايه باب البيت. كل بس اللي ما عليكم ان انتوا تتصلوا على رقم من الارقام عشان تحصلوا على عرض اليوم النهارده زي ما مي قالت لنا يا اما كورس وعليه كورس هديه بيغطي 60 يوم
او كرسين وعليهم كرسي هديه بيغطوا 90 يوم. 90 يوم صح كده؟ كبار السن يقدروا ياخدوه عادي جدا مفيش اي مشاكل. سن المراهقه مثلا من نقول من 18 عادي. سنه 16 سنه برضه ممكن ياخدوا الكورس عادي جدا. لو في رضاعه برضه مفيش مشاكل برضه ياخدوا ليهم كورس معين، كل حاله وليها الكورس المخصص ليها. انا لما اتصل اقول كل المعلومات عني بالظبط، والفريق الطبي هو اللي بيحدد بنفس الخصم بنفس العرض بنفس الهديه بكل حاجه. شكرا يا مي، شرفتيني يا حبيبه قلبي، اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، ويا رب يكون العرض بتاع فيتارم جلوبال عجبكم وتستفيدوا منه زي بالظبط ما الفراخ بتاعتنا والرز اللي بالخلطه اللي عملناه النهارده يكونوا عجبوكم وتقوموا تعملوا فطاركم الف هنا وشفا ليكم يا رب. اشوفكم على خير بكره ان شاء الله في فطار احلى واحلى، ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.